ألا صلوا في بيوتكم ظهرا، ألا صلوا في رحالكم ظهرا. قرآن صلاة المغرب لا تؤكد على أنه الأذان وفقط، صحيح؟ أذان النوازل وفقط، نعم. صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. بالنوازل قد له سابقة في التاريخ، نعم في التاريخ الإسلامي، عندما كانت يشتد المطر وتشتد الكوارث والنوازل بالمجتمع، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يصلوا في رحالهم، وقد جاء في عصر الصحابة وقالوا بذلك وتكرر هذا العمل، وقال قد فعلها الذي هو خير مني ومنكم.